موضوعنا النهاردة عن مرض البوكس فيروس أو الكاميل بوكس. هو مرض من أهم الأمراض اللي بتصيب الفيروسية اللي بتصيب الإبل، وهو مرض من أمراض شديدة الضراوة في العدوى، يعني بيصنف كأنه contagious disease، وهو من عائلة البوكس فيريلي اللي بتضم كمان معها البارابوكس فيروس أو الأورف. والمرض واسع الانتشار في العالم كله، وموجود في دول الشرق الأوسط وموجود في دول الخليج. جميع الأعمار الإبل عرضة لهذا المرض، ولكن بيزيد الخطورة في الأعمار الصغيرة. الأعمار الصغيرة دايما هي أكثر عرضة للإصابة، وأكثر المرض بيكون أكثر فتكا بالنسبة للأعمار الصغيرة. بالنسبة للخسائر الاقتصادية اللي ممكن يسببها المرض بالنسبة لإبل الإنتاج، طبعا الإبل بتتوقف عن الأكل، فبيقل الإنتاجية بتاعتها بالنسبة لو كانت هي ديري، أو أحيانا بيسبب إجهاض لو كانت بريجننت. أما في بالنسبة للرياضات السباقات الإبل، فممكن إن هو يتسبب في بعد الجمل عن المشاركات ممكن لمدة موسم كامل أو عام كامل. هل المرض مرض زونوتيك ديزيز؟ في بعض التقارير بتثبت ان المرض زونوتيك ديزيز، وممكن يسبب مايلد سكين ليجن بالنسبة للانسان، ويعني ملوش اي يعني اهمية بالنسبة للانسان، لان هو بيكون يعني طفيف، واحيانا كمان ما بيسببش اي اعراض. بالنسبة للباثوجينيسيس بتاع المرض الفترة الحضانة بتاعته الانكيبيشن بيريد بتاعه بتبدأ من 3 الى 15 يوم، وبيبدأ سير المرض ان هو بيعمل اولا فيفر، وبتتحول بعد كده خلال 3 ايام بيبدأ او 3 الى اسبوع بيبدأ يظهر حبوب تنتشر في الجسم كله، بخاصة منطقة الرقبة وال في الانر فيس من الارجل. وبعد كده بيبدأ الحبوب دي تتطور تتحول لفيزيكل، او بتصل احيانا مع السكندري بكتيريا انفكشن لباستيول، وبعد كده بتجف بس تحول لكراست قشور، وتنتهي فتره المرض واللي بتاخد حوالي من 4 ل 6 اسابيع، واحيانا بتمتد الى 3 شهور. ده عن الباثوجينيسيس بتاع المرض. بالنسبه للاميونيتي بتاع المرض، في بعض التقارير بتقول ان هو اذا حصل اصابه للحيوان فبيعمل لونج لاست اميونيتي، ولكن برضو في بعض الحالات اللي بيحصل لها اصابه بعد كمان ما بيصاب بالمرض. طرق الانتقال العدوى عن طريق الدايركت كونتاكت، او عن طريق الكونتامينيتد تولز، او عن طريق حتى العمال. العمال ممكن يسببوا بشكل كبير انتقال العدوى. الموربيديتي والمورتاليتي، المورتاليتي ريت بتاعته ضعيفه، ممكن تصل لحد 10%، ولكن في الصغار ممكن تتعدى 25%. الموربيديتي ممكن تصل ل 100% للصغار، تصل لحد 80% للكبار. عشان كده هو مرض شديد الضرر بالنسبه للموربيديتي، وذلك صنف كانه كونتيجيوس ديزيز. بالنسبه للاعراض، قلنا الاعراض بتبدا بفيفر، بتصل الحراره ل 39 الى 40، وبعد كده بتبدا ظهور الاعراض السكين ليجن اللي بتبدا من السمول فيزيكل، وبعد كده تتحول احيانا لباستيول في حاله السكندري بكتيريال انفكشن، وبعد كده بتكون كراست. والصور اللي موجوده قدامنا على الشاشه بتبين الاعراض، زي ما احنا شايفين ممكن في الصوره بتظهر الاعراض في منطقه الرقبه، واحيانا في منطقه الرجل، ودي اكتر اماكن الانتشار، ولكن احيانا برضه بتبقى موجوده في البطن وفي اسفل الارجل. دي عن اماكن الانتشار بالنسبه للسكين ليجن. لكن احيانا بيصل الاصابه في الميوكس ممبرين للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وفي الحالات دي بيكون نسبه بتزيد احتماليه المورتاليتي احيانا بتعدي ال 25% بالنسبه للكبار، وبتصل احيانا ل 100% بالنسبه للصغار. وهنا بيصيب الليجن، بيصيب منطقه الراس كامله، وكمان ممكن يعمل اصابه بالغه في العين، بيعمل سيفير اي افكشن، سيفير ريسبيراتوري افكشن، ممكن يعمل نمونيا، وبيعمل اعراض زي الكحه، واحيانا بيعمل ضياريه لو كانت الاصابه في الجهاز الهضمي. دي مجمل الاعراض اللي ممكن نشوفها بالنسبه لمرض الجدري الابل. بعمل ديفرنشال دياجنوز بينه وبين الامراض التانية. اهم مرض ممكن يحصل
خلط بينه وبين المرض الجدري اللي هو الأورف أو الإكزيما أو الكونتيجيوس باستولار ديرماتيتس أو اسمه كونتيجيوس إكزيما. كل دي مسميات لمرض الأورف أو البارابوكس، وده مرض من الأمراض اللي بتصيب الإبل، وبرضه هو مرض كونتيجيوس ديزيز وبيصيب الإبل وهم نفس العيلة. وأحيانا كمان في بعض التقارير بتقول إن والأبحاث بتقول إن في كروس إميونيتي بينه وبين البوكس فيروس وبينه وبين الأنذر جينس من البوكس فيروس. الحاجة الأساسية اللي بفرق ما بين الأورف وما بين البوكس فيروس هو توزيع الليجن. الليجن في البوكس فيروس بيكون في الجسم كله، أما في الأورف فغالبا بيكون حوالين الفم. والصورة المقارنة بين الصورتين أكيد طبعا واضح الفرق ما بين السكين ليجن اللي بيجي في الفم حوالين الفم بالنسبة للأورف، وبيكون كثيف جدا حوالين الفم حوالين اللبس، وبيحصل ورم في اللبس ورم في الفم. لكن ممكن تحصل أعراض شبيهة بالنسبة للجدري، وبيحصل تورم في الرأس كاملة، وبيحصل سكين ليجن برضه في اللبس وفي الميوكس ممبرين بتاع البكال كافيتي. ولكن الفرق ان ده بينتشر في الجسم كله بالنسبه للجدري، اما في الاورفه بيقتصر حوالين الفم. ده كان عن الاعراض عن الديفرنشال دياجنوز. عن التريتمنت، مفيش سبيسيفيك تريتمنت بالنسبه للبوكس فيروس كونه واحد من الفيرال ديزيز، ولكن هناك بعض الانتيبيوتيك اللي بتجيب لها تاثير كويس زي الاكسترا سايكلين. استخدام اللوكال تريتمنت على السكين زي الاكسترا سايكلين سبراي مع الجينتين فايلوت، ولكن محتاج ان انا ادي ارفع المناعه، بستخدم بعض الادويه اللي بتساعد على تحسين المناعه زي الفيتامين سي. ولكن اذا كان الاعراض مرتبطه بالامتناع عن الاكل لفتره طويله، في الحاله دي لازم ادي سبورتيف تريتمنت، لازم ادي فلويد سيرب، ولازم ادي فيتامينز مينرال سبلمنت على اساس ان انا اساعد على الحيوان ان هو يتغلب على الفتره اللي بيقعد فيها اوف فود. ده كان عن التريتمنت بروفايلاكتيك. زي ما احنا قلنا ان العدوى بيصيب اللي بتصيب الابل بيدي لونج لاستنج اميونيتي، ولكن احيانا في بعض الابحاث بتقول انه ممكن يصاب تاني. ولكن الاحساس ان انا بعمل فاكسينيشن، والفاكسينيشن بيكون بان اكتيفيتد فاكسين كل 6 شهور او لايف اتينيويتد، وهو ده الافضل كل سنه. الفاكسينيشن دايما ببدا الفاكسينيشن من شهر اغسطس، بحيث ان انا بدي المناعة قبل ما بداية ظهور المرض أو وقت ظهور المرض اللي غالبا بيبدأ من سبتمبر وأكتوبر. ده كان باختصار شديد كل ما يتعلق بالمرض الجدري الإبل. ولكن في بعض المفاهيم بالنسبة خاصة في منطقة الخليج، اعتقاد بعض المربيين إن الروائح بيكون لها تأثير على، وأكيد الأطباء اللي اشتغلوا في منطقة الخليج عارفين الكلام ده، الروائح بيكون لها تأثير سلبي جدا على الإبل المصابة بالجدري، وإنها ممكن تكون قاتلة للإبل. كمان في بعض المربيين بيستخدموا بيحرقوا الفيسز بتاع الجمال باعتقادا إن ده بيساعد على الشفاء. وفي بعض بيستخدموا خلطات وخلطات شعبية لرفع المناعة، وبيكون برضو لها مردود طيب بالنسبة للمرض. البروجنوز بتاع المرض بشكل عام جيد اذا كانت الـ الاصابه مقتصره على السكين ليجن، ولكن بيكون احيانا البروجنوزس بيبقى فاريبل اذا كان في ريسبيراتوري او ديجستيف ليجن. في الحاله دي بتعتمد على استخدام العلاج وعلى السيفيريتي بتاع الديزيز. بشكركم لحسن الاستماع، وارجو اللي بيحب يتابع او بيعرف تفاصيل اكتر عن المرض في الديسكريبشن بتاع الفيديو في لينك خاص بتفاصيل المرض للمزيد من المتابعة والمعلومات. شكرا جزيلا.